باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. معاكم سوريا. هلما نصعد إلى جبل الرب وإلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. معاكم سوريا. أنا شفت المسيح كتير، والمسيح هو اللي قال إن نتكلم معاكم على الإنترنت النهاردة. مراحل الطريق الروحي الجزء 8. بعد التجلي والعيد في صليب وقيامة وصعود، هو لسه في صعود؟ هو إحنا عندنا كام صعود؟ المسيح في حالة صعود مستمر بين الأرض والسماء، ودايما المسيح بيجي لينا ويرفعني بالروح القدس شوية شوية. طيب في كام صليب وقيامة وصعود؟ علشان نعرف الموضوع ده تعالوا بينا على هيكل سليمان. هيكل سليمان كان مبني على جبل صهيون في مدينة أورشليم. علشان تدخل جوه هيكل سليمان زي ما انتوا شايفين كده من بره خالص، في مجموعة من السلالم تدخلك الهيكل، ولما تدخل الجزء الخارجي يعني الدار الخارجية بتلاقيها زي ما انت شايف قدامك مقسومة اتنين، الدار الخارجية اللي من بره دي وهي الجزء بتاع النساء، وفي مجموعة من السلالم وتطلع للدار الخارجية من الجهة التانية ناحية القدس اللي هي فيها المسبح، مسبح المحرقة. وهناك بيقف فيه على السلالم دي بيطلع اللاويين وهم بيرنموا ترانيم اسمها ترانيم المصاعد. وكل ما بيطلعوا سلالم، يعني هتلاقي مثلا ان في سلالم تانية من هنا الدار الخارجية عشان تدخل للقدس في مجموعة من السلالم، وهتلاقي كمان ان مسبح المحرقة نفسه زي ما انت شايف في الصورة على ارتفاع تطلع له بسلالم. ولما كمان تدخل القدس اللي هي الدار الوسطى عشان تدخل للدار العليا اللي هي قدس الأقداس برضو يطلع لها بسلالم. وبنزل لك الآيات اللي بتبين الموضوع ده، يعني في ارتفاع بصفة مستمرة بسلالم من الدار الخارجية للقدس ومن القدس لقدس الأقداس. جبت لك كمان مقطع اهو عشان تبقى شايف الارتفاعات ازاي بتحصل جوه هيكل سليمان. وده عشان نقول دايما ان احنا في حالة صعود مستمر، وبتصعد من منطقة لمنطقة ومن منطقة لمنطقة وكلها بالسلالم. يبقى المسيحي في حالة صعود مستمر من الأرض للسماء. الصعود ده هو بياخدني من الأرض للسماء، وبعدين لما بدخل السماء من السماء للعرش أو لتحت العرش، وبعدين من تحت العرش للعرش، من يغلب يجلس معي في عرشي زي ما في سفر الرؤيا، وبعد كده بياخدني للاتحاد بالمسيح اللي احنا إلى حضن الإب، ندخل حضن الآب اللي هي أورشليم السماوي. يبقى المسيحي في حالة صعود مستمر، والصعود ده بنعتبر ان هو بياخدني من سبي الأرض، من السبي اللي حصل فيا، السبي سبى مني شيطان، سبى مني فرحي، سبى مني لقائي مع ربنا، سبى البراءة اللي كانت جوايا اللي هو سقوط الإنسان، سبى مني قد إيه حاجات كتير جدا. فأنا بخرج من سبي الأرض لحد ما بوصل في النهاية أو هدفي الأساسي هو حضن الإب. الحقيقة بسأل ربنا، قال لي مزامير المصاعد. مزامير المصاعد هم عبارة عن 15 مزمور، من المزمور 120 للمزمور 134. ومزامير المصاعد هم ملخص لرحلة سفر المزامير اللي هم أساساً 151 مزمور، منهم كتبوا موسى النبي سنة 1440 قبل الميلاد، ومنهم اتكتب بعد السبي سنة 440 قبل الميلاد. يبقى سفر المزامير كله اتكتب في حوالي 1000 سنة كاملة. داود النبي كتب منهم 73 مزمور من 151 مزمور. كلمة مزمور هي كلمة عبرية معناها النقر على الأوتار، وباليونانية نغمة. وأقول المزامير هي نغمات تسابيح الأفراح على الأوتار، ومنها أوتار قلبك ولسانك وترانيم الاقتراب إلى الله. سفر المزامير عبارة عن سفر شعري بيعبر عن أحاسيس شعب الله، ألامه وأفراحه، ألام الأمة وأمجادها ومستقبلها، ألام المسيح وأمجاده لأن كان فيها تنبؤات. هيا بنا نتسلق سلالم الصعود
وانسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. مزامير الصعود مقسمة لخمس مجموعات، ماشيين كل مجموعة ثلاث مزامير. كل مجموعة ثلاث مزامير تبدأ بضيقة فصراخ ثم إنقاذ من الرب فنفرح ونشكر. والمعنى الروحي هي رحلة حياة المؤمن بتكون في تسبيح بفرح دائم على درجات ترفعه حتى يبلغ بيته الأبدي الأحضان الإلهية. وهي مزامير تصدر عن نفوس متهللة مرتفعة نحو السماويات وتخبرنا عن العودة من بابل من السبي، أي عودتي أنا أيضا من سبي الأرض للارتفاع للسماويات. الصعود معناه ارتفاع واتساع وانطلاق في اتجاه الراحة والفرح والبهجة، ارتفاع مستوى التفكير والفهم والإدراك، ويملى العقل بالحكمة ويديك روح القوة وروح الاستنارة، اتساع القلب وانطلاق الروح للسماويات للملكوت وللعرش الإلهي وحتى الله نفسه في حضن الآب. هو ده معنى الصعود الحقيقي. تعالوا نبدأ المزامير. المزمور الأول عندنا هو المزمور رقم 120، ودي أول درجة للارتفاع عن العالم، عبارة عن صرخة باشتياق قلب للانفصال عن الأرض وفسدها والصعود والالتصاق بالله. إلى الرب في ضيقي صرخت فاستجاب لي، يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب من لسان غش. ماذا يعطيك وماذا يزيد لك لسان الغش؟ سهام جبار مسنونة مع جمر الرتم. ويلي لغربتي في ماشئ، لسكنية في خيام قدار، طال على نفسي سكنها مع مبغضي السلام. أنا سلام وحينما أتكلم فهم للحرب. المزمور الأول دي أول درجة في المجموعة الأولى وهو المزمور 120. معناه إيه؟ هو أول درجة للارتفاع عن العالم، وهو صرخة باشتياق قلب للانفصال عن الأرض وفسادها والالتصاق بالله. في ضيقي يا رب صرخت ليك وعارف إنك أستجيب تستجيب لصراخي. يا رب نجي نفسي من الألسنة الكذاب واللي بيفتروا عليا بالكذب ويرموني بسهام إبليس المسنونة وفي سنها جمر الرتم اللي هو النبات الصحراوي اللي بيشتعل بالنار ويستمر في السهم فترة طويلة مشتعل وبيتوجه زي النار لقلبي. ويل لي لأني غريب وغربتي طالت عليا، مسحوب في عالم ماشك وهو ابن يافس ابناس الأشرار، وساكن في خيام قدار اللي معناها خيمة جسدي وهو ابن إسماعيل. الناس دي ما كانوش يعرفوا غير العنف، يعني جسدي عايز يسحبني لتحت ولشهواته بعنف. غربتي طالت يا رب وأنا أصبحت عايش في سلامك وكيانه كله في سلام، لكن الناس دي لما بكلمهم مش عايزين غير الحرب. اصعدني إليك على سلم سمائك، أنا قررت الصعود ليك والالتصاق بيك. انت عارف ضعفي يا رب وعارف اشتياق قلبي. المزمور الثاني 121، الدرجة الثانية في المجموعة الأولى. أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. لا يدع رجلك تزل، لا ينعس حافظك، إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. الرب حافظك، الرب ظل لك عن يدك اليمنى، لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك، الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر. معني الله حافظ الكل واتقالت ست مرات، ده للتأكيد. والدرجة الثانية هنا درجة أخذ القرار، قررت أرفع عيني للجبال، قررت التسلق على جبال الجسد والنفس، أتسلق جبل صهيون مهما كانت الأخطار. صهيون معناها الحصن. ومعونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض بقدرته وقوته وسلطانه، وأنا واثق إن رجلي لا تزل لأنك أنت يا رب حافظها، فأنت لا تنعس ولا تنام المستيقظ على الدوام. أنت حفظت إسرائيل في البرية وحتى بعد عبور الأردن وحتى الميراث.
وانت ما نمتش كمان في المركب مع التلاميذ وهديت البحر. المسيح ظلك وقوتك ويحرسك ويرعاك، شعر من رؤوسكم لا تسقط مهما كانت الضيقات والظروف. أي لا هلاك لكم ويحفظكم من الشرير، يحفظك من حمى الشمس القوية في النهار وعمل قمر في كماله في الليل. ولا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك. إنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك. وده كان المزمور كمان 91، نفس تعبيرات المزمور 91. الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيل ويمشيني على مرتفعاتي. أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك. الرب يحفظ دخولك وخروجك من الأرض للسماء. وهدفنا بناء بيت الرب جوانا بالأسباط والتلاميذ، ده الهدف الأول. الدرجة الثالثة، المزمور 122، فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. تقف أرجلنا في أبوابك يا أورشليم. أورشليم المبنية كمدينة متصلة كلها، حيث صعدت الأسباط، أسباط الرب، شهادة لإسرائيل ليحمدوا اسم الرب، لأنه هناك استوت الكراسي للقضاء، كراسي بيت داود. سأسأل سلامة أورشليم ليسترح محبوك، ليكن سلام في أبراجك وراحة في قصورك. من أجل إخوتي وأصحابي لا أقولن سلام بك، من أجل بيت الرب إلهنا ألتمس لك خيرا. في المزمور 120 سمعنا صرخة الصاعد لربنا تعلن عن حاجتها للمخلص القادر أن ينقذها من ضيقها الداخلي والخارجي، كما يقر القادم إلى بيت الرب باتضاع أنه غريب في هذا العالم. المزمور 121 بيقدم لنا الصاعد سمات هذا المخلص اللي يعينني ويحفظني ويهبني سلامه العجيب، كما يتطلع القادم إلى الجبال الإلهية حيث قرر أن يتسلق جبل سهيون مهما كانت حصون الأعداء، بروح الفرح والتسبيح طالبا حماية الله وأتحصن به. المزمور 122 بيقدم لنا صورة رائعة للنفس المتهللة بالاقتراب إلى بيت الرب الأبدي فرح عظيم، إذ يبلغ القادم إلى المدينة المقدسة بعد رحلة طويلة شاقة لتسلق جبل سهيون. يرى الأسباط الخارجية تندفع معا نحو بيت الرب لتسجد لله وتكرم بيت داود، والأسباط الداخلية بمعنيها في الجزء 2 كان من الرسالة بتاعتنا في بيت الرب. أول ما بوصل أورشليم بتقف أرجلنا ونقول أخيرا وصلنا المدينة المتصلة أورشليم اللي ما فيش ثغرة فيها متروكة لعدو، وتملينا بفضاء المعاني أسباط إسرائيل جوانا زي جزء 2 من الرسالة بتاعتنا. وبنقول ربنا يملك بالسلام يا أورشليم ويستريح فيك محبوبك. جه الكل يحمد الرب ويسبحوه، فيصير كل فرقة موسيقية واحدة تعزف سيمفونية الحب والوحدة بقيادة روح الرب، ويعلن مجد اسم الرب. وهذه شهادة رائعة لإسرائيل. احنا كل ده برضو لكن لسه على الأبواب. أورشليم هي مدينة السلام، فيها بيت ربنا، هي مدينة الملك العظيم، هي مدينة الأحكام والقوانين، مدينة العدل والقضاء. هناك استوت الكراسي للقضاء، يحكم لينا بالدخول، إذ كنا فعلا تقرقنا الشهوات والذات عند الأبواب وتملينا بفضاء المعاني أثبت الرسل جوينا. هي مدينة النظام والترتيب والقداسة والبر، فيها يحكم الملك وبحق العدالة والسلام في مدينة السلام. ارتبط الكل بالسيد المسيح رئيس الكهنة السماوي، ملك الملوك ورب الأرباب، فصاروا فيه هو ملوك وكهنة لله أبيه. الكراسي جت في اليونانية بمعنى عروش، نفس البار هي كرسي الحكمة والحكمة هي الله، السماوات هي كرسي. إذن فأنت هو سماء الله الحامل النور، يعني الحكمة في داخلك، فيكون داخلك الكنيسة المملوءة نور وسلام وراحة وفرح وصلاح. ليكن سلام في أبراجك بقوتها
حيث انتهى حصن الأعداء. راح في قصورك لأنها مملوءة خير ومحبة. ومين يقدر عليكي يا مدينة السلام؟ أشواق من القلب أن يتمتع الجميع بالسلام والمحبة والفرح والبهجة اللي كانوا تسابوا مني في بيت الرب الداخلي والخارجي، وينطلق الكل يسبحونك أيها القدوس وحدك. وثمر البر إحنا عارفين يزرع في السلام، فمن صهيون بتخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. المجموعة الثانية من المزامير، إحنا كده نبقى في الدرجة الرابعة، المزمور 123. إليك رفعت عيني يا ساكنا في السماوات، هوذا كما أن عيون العبيد نحو أيدي سادتهم، كما أن عيني الجارية نحو يد سيدتها، هكذا عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يتراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، لأننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، كثيرا ما شبعت أنفسنا من هزء المستريحين وإهانة المستكبرين. بالرغم من أنك كاهن لملك الملوك ورب الأرباب، لكن ما تنساش أصلك أمام العلي وطلبك يكون بين سحاق وتواضع. بالرغم من أنك ابن ناضج ووارث في المسيح، احترامك وإكرامك للعلي أبوك السماوي بيظهر نضوجك. بالرغم من أننا تمتعنا بمراحم الفداء والخلاص، لكن نحتاج لمراحم الله وإعلان مشيئته وسط الظروف الصعبة اللي بنمر بيها والتجارب الشخصية والضيقات، ودايما منتظرين رحمة يسوع المسيح للحياة الأبدية. وأعترف بكل مرحمه ليا، أعترف أني يا مشبعت من هزء المستكبرين في الصليب معاك، رغم أننا مستحقين الألام والإهانة، ولست أنت يا رب. ترتفع عيناي إليك من الآن، أما أنا فبالبر أنظر وجهك، أشبع إذا استيقظت بشبهك. وعند كثرة همومي في داخلي، تعزياتك لي يا ربي تلذذ نفسي. فعلا عايز أستيقظ بشبهك فأشبع بك. بالإرميان ترتفع نفوسنا إلى الله الساكن في السماء، بالإيمان يسكن المسيح في قلوبنا فيجعل منها سماء جديدة يسكن هو فيها. تتطلع إلى الرب الساكن في السماء فتتقدس الأعين والأذان والقلوب بالنظر إلى القدوس السماوي والتأمل فيه. ترتفع عيناي إليك بالفرح والتهليل، تتأملاني أمجادك العظيم. المزمور اللي بعد كده الدرجة الخامسة، المزمور 124. أعترف إليه، لولا الرب الذي كان لنا، ليقل إسرائيل، لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا، إذن لابتلعونا أحياء عند احتماء غضبهم علينا. إذن لجرفتنا المياه، لعبر السيل على أنفسنا، إذن لعبرت على أنفسنا المياه الطامية. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن انفلتنا. عوننا باسم الرب الصانع السماوات والأرض. الحروب هنا من إبليس والوحش أو التنانين أو الناس أتبعهم على شكل سيور جارفة، لأن المكان بين الأرض جسدي والروح سماية، هي منطقة النفس البشرية زي ما عرفنا قبل كده. الحروب كانت للنفس هنا المنطلقة مثل العصفور في اتجاه صانع السماوات والأرض. ولولا إن ربنا لنا ومعونتنا باسم الرب إلهنا لابتلعونا أحياء. فنبارك الرب. من التسلق على جبل صهيون للوصول للمدينة القائمة عليه أورشليم، مدينة السلام، وعلى أبواب أورشليم بيجلس الشيوخ والقضاة للحكم. وعندما دخل المسيح أورشليم راكبا على جحش بمجد عظيم، دخل راكب على أتان وجحش ابن أتان. معروف الأتان يحمل الإنسان في طاعة وخضوع كامل، والحمار زي ما ربنا قال يعرف معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. من يريد أن يحمل النور عليه
تنازل عن ذاته وجسده في طاعة وخضوع كاملين. وقضاة الأبواب هنا لقياس هذه الطاعة والخضوع لله، لأن مستقيم القلب متكلين على الرب. المزمور اللي بعد كده الدرجة 625: المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون الذي لا يتزعزع بل يسكن إلى الدهر، أورشليم الجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الدهر. لأنه لا تستقر عصا الأشرار على نصيب الصديقين لكي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما العادلون إلى طرق معوجة فيذهبهم الرب مع فعلة الإثم. سلام على إسرائيل. الحقيقة قد صلبت معك مخلصي ومت بك قمت. لن يستطيع العدو أن يبتلعني أو يختطفني من يدك، بل بك يا مخلصي ثابت قلبي وتطمئن نفسي فهي لك. تتركني لحيظة للتجارب لتكللني، ولعصا الأشرار دائما يوجد لها حدود أمام عينيك. أنعم بانتصارات متصلة ومستمرة، فأنا في ظل يمينك. فليسحق الشيطان تحت أقدام صليبك وأنا ضعيف، أصير قويا بك. اتكالي وعيني عليك ورجاي فيك وقلبي يتعلق بيك. فتحت لنا بصليبك العجيب باب الرجاء، قدمت لنا إمكانيات جديدة للاتكال عليك، فنصير بالحق جبال المقدسة لا تتزعزع. استقيم يا مخلصنا الآن في أعماقنا، تهبني الثقة واليقين في أبوتك الحنية. أتكي على صدرك، لا يقدر العدو بكل حصونه وأسلحته أن يحطمني، لأنك قوتي وسلاحي وتسكن فيا، فأظهر لا أنا بل أنت. المجموعة اللي بعد كده ثلاث مزامير، إحنا في الدرجة السابعة، المزمور 126: عندما رد الرب سبي صهيون سرنا مثل الحالمين، حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. حينئذ قالوا بين الأمم: إن الرب قد عظم العمل مع هؤلاء، عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السواقي في الجنوب الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيء أن يجيء بالترنم حاملا حذامه. المزمور 126 السلمة السبعة ده يوم الراحة، راحة ربنا بخلق لما خلق آدم وشاف كل شيء حسن. ويوم رجوعي من كل سبي في حياتي، يعني العودة للفردوس، لما ربنا بيرد سبي زي صهيون ويحصلني في اسمه، لأن اسم الرب برج حصين يرقد إليه الصديق ويتمنى. بيردني من سبي الأرض والعالم وشهواتي وذاتي، بيردني من فساد الموت، ننطلق من العبودية بالعودة إلى حالة الفردوس، إلى حالة حرية مجد أولاد الله. ننطلق بالتهليل مع السمائيون والملائكة وحامل العرش العظيم، بنبقى فرحانين وزي ما نكون في حلم، ومن كتر الفرحة لساني اتملأ ترنيم. الناس تقول قد إيه ربنا عمله عظيم معانا، لكن نفوسنا مش هتستريح لحد ما نشوف كل البشرية تتمتع بالخلاص زينا وتدوق فرح الإنجيل والفرح السماوي. السيول تتدفق بعد هبوب ريح الجنوب الدافئة، إشارة للروح القدس اللي بيفتقد القلب المتحجر اللي اتجمد زي التلج لتراكم الشرور فيه. وبالتوبة، يعني تغيير الاتجاه، كمان بتحطل الدموع كالسيل في الأعماق لترويه وتغذيه وتحول القلب لسماء متهللة. وزي المسيح اللي زرع أرضنا بالدموع وألام الصليب وسيعود بأولاده في آخر الأيام بحصاد وثمار بفرحة. الدرجة الثامنة: إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون،
إن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسحر الحراس. باطل هو لكم أن تبكروا إلى القيام مؤخرين الجلوس آكلين خبز الأتعاب، لكنه يعطي حبيبه نوما. هوذا البنون ميراث من عند الرب، ثمرة البطر أجرة، كسهام بيد جبار. هكذا أبناء الشبيبة، طوبى للذي ملأ جعبتهم منهم، لا يخزون بل يكلمون الأعداء في الباب. مزمور لسليمان الحكيم. ربنا هو الخالق القادر على كل شيء، وحده القادر على بناء بيته في أعماق قلوبنا وينقيها ويدشنها ويكمل الفضائل فيها الأسباط والتلاميذ، ويملانا بروحه ويلبسنا روحه قوة من الأعالي كحصن لنا زي صهيون، يحفظنا كمدينة مقدسة أورشليم السماوية، يهبنا ثمار الروح الأولاد. أنت عليك تجاهد وتقبل نعم ربنا ليك، بيتك الدشين. ربنا بيقدم الكلمة الموحى بها بروح القدوس كسيف خارج من الفم، يجعل أبناء الله التلاميذ المدشنين هم الملوك أبناء الملك، وبيهم تدشن وبيتهم تدشن فينطلقوا كسهام إلهية بإيد إلهنا الجبار، والملك يشرع ويمتد بالمملكة السماوية على الأرض، وربنا بيقود خطاهم ينطلق للقرازة كسهام حتى أقصى المسكونة بروح القوة. والملوك لا يخشوا الحروب ولا مقاومة الأعداء، بل كانوا يقفوا ويكلموا الأعداء إبليس وجنوده في الأباب، ولا يسمحون لهم بدخول المدينة، ولا يقدروا أن يتبعوهم. ربنا دايما يدي أولاده نوم، يعني راحة بال وأمان وسلام مهما كانت الظروف الصعبة حواليهم. ربنا بيفرح بولاده وولاده يفرحوا بيه، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسر. أخيرا، أليس من الأفضل لنا أن نسكن في باني بيتنا نفسه وحارس مدينتنا نفسه، ونجد الراحة فيه هو إلهنا العظيم رب البيت والمدينة السماوية؟ إذن فليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل لله الذي يرحم. المزمور 128 الدرجة 9. طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه، لأنك تأكل من تعب يديك. طوباك وخير لك، امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك. هكذا يبارك الرجل المتقي الرب. يباركك الرب من صهيون، وتبصر خير أورشليم كل أيام حياتك، وترى بني بنيك. سلام على إسرائيل. كلمة طوبة مش معناها بس يا سعادة فلان، لكن تعني تذوق عربون الحياة السماوية المطوبة اللي بتقدم فرح داخلي وسلام فائق. هي حالة استقرار لا يعتمد على عطايا أو إمكانيات زمنية، بل على الدخول في دائرة الأبدية. المتقي الرب ده إنسان يخاف ربنا وعارف إنه ابن ملك الملوك، يسلك بحكمة في المسيح. المسيح هو الطريق حاملنا في الطرق السماوية، ولكل واحد طريقه ودوره بحسب قيادة الروح القدس. مثلا واحد طريقه البتولية، والتاني طريقه الزواج المقدس. دول كوسيلة وليس كهدف، لأن هدفنا جميعا الاتحاد بالرب والوصول لحضن الآب. في المزمور هنا المسيح يرفعنا من مجد المجد بغيرة الروح القدس، من المخافة برجاء للمحبة الفائقة المعرفة، ليس بخوف العبيد ولا رجاء الأجير، لكن كأبناء في حرية مجد أولاد الله نحفظ النقاوة. بيقول القديس جروم: يجب أن تفهم الزوجة والأبناء روحيا، فمن هي الزوجة الروحية؟ لقد طاق سليمان أن تكون له الحكمة زوجة، والأبناء هم الفضائل اللي بتملى نفسه بإرادة قوية في القدس في الكنيسة اللي جواك. يباركك الرب من صهيون، وتبصر خير أورشليم كل أيام حياتك.
إذ يختبر المؤمن عدويته في الأسرة السماوية، لا يقدر العالم بكل أحزانه ومتاعبه أنه ينزع عنك بركات الرب وصلاحه، بل تبقى مراحمه جديدة في كل صباح، وتبقى الأسرة ممتدة إلى يوم مجيء الرب. ليك المجد يا من أقمت من المؤمنين أسرة مطوبة ليك. آمين. هنقف لحد هنا، إحنا في الدرجة التاسعة من 15. خلصنا 3 مجموعات على 5، وهما 9 مزامير على 15 من مزامير المصاعد. وبنعمة ربنا نكمل المرة الجاية. اسمحوا لي أرفعك وسبحك وباركك، أشكرك يا إله العظيم أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك لأنك إله العظيم القدوس. قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والآتي. قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك وكرامتك. ليك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة. ليك يا رب كل كرامة وسيادة ورئاسة وسلطان. ليك الحكمة والغنى والقدرة. ليك كل شيء يا إله العظيم القدوس الحي الأزلي الأبدي. آمين. هنكمل الدرجة الثامنة أو الجزء الثامن المرة الجاية.